السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد. بيتنا منظم في رحاب اللغة العربية للسنة الثانية. إذا سنقرأ النص ثم سنجيب عن الأسئلة الخاصة بهذا النص. بيتنا منظم، كل شيء في بيتنا منظم. هكذا تعودت أنا وأختي زينب تنظيم وقتنا. لكل واحد منا دوره في الاهتمام بشؤون المنزل والسهر على نظافته ونظامه، ولا أحد منا يفرط في الالتزام بأوقات الأكل والدراسة واللعب والنوم. ومن أجمل عاداتنا في منزلنا جلوسنا كل ليلة في سمر عائلي مع جدي، وهو يحكي لنا حكاياته الغريبة والعجيبة. إذن هذا هو النص. إذن سنعود إلى النص. إذن أثناء الإجابة عن الأسئلة أكمل سياق كلمة تنظيم. تنظيم الوقت، تنظيم العمل، تنظيم العمل، تنظيم الغرفة، تنظيم المنزل، تنظيم المنزل. ما الأدوار التي يقوم أو التي كان يقوم بها الطفلان؟ إذن كان الطفلان، إذن جواب عن هذا السؤال، كان الطفلان إذن يهتمان بشؤون المنزل، بشؤون المنزل. إذن الأدوار التي يقوم بها الطفلان، إذن بشؤون المنزل، ويسهران على نظافته ونظامه. إذن كان الطفلان يهتمان بشؤون المنزل ويسهران على نظافته ونظامه. كيف كان الطفلان ينظمان وقتهما؟ إذن كان الطفلان يلتزمان بأوقات الأكل والدراسة واللعب والنوم. إذن كان الطفلان يلتزمان بأوقات الأكل والدراسة واللعب والنوم. كيف كان الجد يقضي سمره مع أحفاده؟ إذن هذا الجواب في نهاية النص. إذن كان يحكي الجد لأحفاده حكايات غريبة وعجيبة. كان الجد يحكي، كان الجد يحكي لأحفاده حكايات. كيف هذه الحكاية؟ عجيبة، كانت حكاية عجيبة وغريبة. إذن كان الجد يقضي وقت سمره مع أحفاده في الحكي. إذن كان يحكي حكايات غريبة وعجيبة. كيف أساعد أمي وأبي داخل البيت؟ إذن أساعد والدي في تنظيم البيت، في تنظيم البيت والحفاظ عليه نظيفا، والحفاظ عليه نظيفا. إذن كل واحد منا يقوم بالمساعدة في المحافظة على نظام البيت والمحافظة على نظافته. كيف أنظم وقتي في البيت؟ إذن لتنظيم الوقت أخصص وقتا
لكل نشاط مفيد. إذا لكل نشاط مفيد. وأحترم هذا التوقيت. إذن مثلا أقول سأدرس لمدة ساعة، ثم سأذهب للعب لمدة ساعة، سأساعد أمي في المنزل لمدة ساعة، سأرتاح قليلا مثلا ساعتين أو 3 ساعات، إذا سأتناول وجبة الغداء أو العشاء، ثم أتجه إلى النوم إلى آخره. إذا أحترم الوقت المخصص لكل نشاط. أرتب بحسب السن. إذا لدينا الأب، الجد، الإبن. إذا أولا الجد، إذا حسب السن الأكبر، إذا الجد، ثم الأب، ثم الإبن. إذا من الأكبر سنا إلى الأصغر سنا. إذا الترتيب من الأكبر سنا إلى الأصغر سنا. إلى غادي نديرو العكس، يعني من الأصغر سنا إلى الأكبر، غادي نديرو الإبن عاد الأب عاد الجد. أقرأ وأجيب. أفعل، لا أفعل. أنظم غرفتي كل يوم. أفعل. أنشغل بالهاتف وقت الأكل. بطبيعة الحال لا أفعل، لا أفعل. أدمج كلمة من المقاطع الآتية وأقرأ. لدينا من، زي، لن. إذن الكلمة هي منزل، منزل. إذن الكلمة هي منزل، إذن منزل. إذن هذه هي الأجوبة الخاصة بهذا النص الوظيفي. موعدنا إن شاء الله سيتجدد دائما على نفس القناة. إذن سنجيب عن أسئلة الأنشطة القرائية وكذلك أنشطة الكتابة وأنشطة التعبير الكتابي دائما على نفس القناة. كونوا في الموعد. إلى اللقاء.